الصحة النفسية في هذه الحلقة، كيف يجب ان احنا نقنع المجتمع، يجب تقتنع، كيف نستطيع اقناعك بان هذا العلاج بالماء الساخن يفيدك في تنظيم اعادة هيكلة صحتك النفسية. اول شيء، ما هي الصحة النفسية؟ كما رأينا الصحة النفسية هو انك تستطيع تتأقلم مع الأحداث الدنيوية، تستعيش حياة كريمة مهما كانت ظروف الحياة، سواء تعيش بالفقر أو تعيش بالمتوسط الدخل أو بالغنى. كيف تعيش حياة كريمة؟ كيف تتأقلم مع المجتمع؟ كيف تتعايش مع الآخرين؟ كيف تشعر بأنك خلقت مميز وكل إنسان مميز؟ أنت مميز وأنت مميزة، وما تمتلك من القيمة البشرية العظيمة، وما دورك في هذا الدنيا، ولماذا وجودك في هذا الدنيا، وماذا سيكون مصيرك بعد رحيل من هذا الدنيا. يجعلك تطمئن أنك فعلا أتيت من الجنة وذاهبا إلى الجنة بإذن الله تعالى بأعمالك الحسنة وتعمل حسناتك. كيف تستطيع تكون إنسان مطيع، إنسان مقدم بما تمتلك، سواء من العلم أو أي ما. كل إنسان مميز، لا يوجد إنسان يعني أفضل من إنسان آخر، كل إنسان يتميز عن إنسان آخر. هذا ودخلنا في موضوع الطب البيولوجي، وجدنا بأن الماء الساخن ما يحتوي من العناصر الأربعة الأساسية، وهي طبعا كما ذكرنا مرارا الماء، الطاقة، الهيدروجين والأكسجين. هذه أربعة عناصر أساسية هي التي تلعب دور حيوي في هيكلة جسم الإنسان في جميع جوانب الصحة. وبالتالي لو دخلنا في الطب البيولوجي، أي شيء وعملنا دراسة وجدنا هذه أربعة عناصر هي تلعب دور في إعادة هيكلة الجسم وصحة الإنسان. طيب بالنسبة للصحة النفسية، كيف للدور الماء الساخن في صحة النفسية؟ كيف يجعلك متأقلم تعيش حياة كريمة؟ نحن نعلم، طبعا الجميع يعلم وهكذا البحوث العلمية أثبتت، بأن الهرمونات هي التي تتحكم على هيكلة الإنسان بالكامل، من حيث الصحة، من حيث مزاجه، من حيث جنسه والعلاقات الزوجية، من حيث كل ذلك، كل هذه تتحكمها الهرمونات. هذه هرمونات هي مادة بروتينية تفرزها الغدد. لدينا أكثر من 100 هرمون في جسم الإنسان، وكل هرمون له وظيفة مميزة. على سبيل المثال، هرمون السيروتونين كما هو معروف هو هرمون السعادة، يعني أحيانا تشعر بسعادة مميزة، تشعر يعني مزاج رائع جدا، تريد تستبتسم، هذا يكون نتيجة هرمون السيروتونين. طيب عندك هرمون الدوبامين، هو هرمون النوم، يعني أحيانا يجيك النوم مريح جدا وتشعر بالراحة النوم، هذا يكون نتيجة من هرمون الدوبامين. في هرمون أدرينالين، كرو الفر والخوف والقلق والفزع، تخاف من فقدان وظيفة أو المال أو يعني فقدان أي شيء، أو أي شيء اضطرابات النفسية، هذا يكون نتيجة من هرمون الأدرينالين هكذا. فبالتالي هرمون الجنس، هرمون الجنس هو مثلا أوكسيتوسين، أوكسيتوسين يلعب علاقة في العلاقات الزوجية، في ممارسة الجنس وزيادة قدرة الجنسية. هذه كلها هي هرمونات التي تتحكم في الإنسان. طيب هذه الهرمونات كيف تنتقل من الغدد، تفرز الغدد وتنتقل إلى كل أماكنها، يعني مثلا في الخلايا المخ تتحكم على مزاجنا وتقلبات وتتأقلم مع الوضع والتعايش مع الآخرين والأشياء هذه. هذه الهرمونات تنتقل عن طريق الدم. هنا بدأنا ندخل في جانب الطب البيولوجي، الدم هو الناقل لهرمونات. طيب خلينا ندخل نتعمق عن الدم. الدم طبعا إذا وضعت دم في زجاجة وبعد قليل، فترة قليلة، تجد أن هناك ينفصل بين سائل الدم اللي هو الحمراء على شكل سميك وكشكين كريم يعني، ويبقى في الأسفل، وفي الأعلى سائل بلون شبيه بأصفر. هذا السائل هو الذي يسمى ببلازما الدم. بلازما الدم يحتوي على نسبة 92% ماء، 92% واحد.
إذا نبدأ ندخل في نتعمق كيف دور هذه أربع عناصر التي توفر خلال الماء الساخن، بالتحديد الماء الساخن، لا البارد ولا الفاتر، الماء الساخن. هذا جانب واحد، تكلمنا عن الماء، كيف دور الماء في بلازما الدم، أي في دم الإنسان. طبعا جسم الإنسان بإكمالها 75% ماء، وطبعا كل أعضاء جسم تحتوي على الماء، المخ يحتوي على 76% ماء، رئتين 90% ماء، وكذا كل جسم، كل عضو جسم الإنسان يحتوي على الماء بنسبة أعلى جدا من الماء. هذا واحد. العنصر الثاني الطاقة، طبعا هم أربع عناصر، الماء في الماء ساخن، الماء والطاقة والهيدروجين والأكسجين. بالنسبة للطاقة، الدم هو الناقل الأساسي للحرارة في أعضاء جسم الإنسان، والحرارة مصدر للطاقة، فهو يغذي الخلايا بالطاقة بالاستمرار. التمثيل الغذائي تفرز الإنزيمات، تعمل عملية كسر هذه المواد الغذائية لإنتاج الطاقة، هذه الطاقة تنتقل إلى أعضاء جسم للخلايا عن طريق الدم. دم الإنسان كما عرف علميا، حرارة دم الإنسان أعلى نسبيا عن حرارة جسم الإنسان، يعني حرارة جسم الإنسان في الحالة الطبيعية 36.5 إلى 37 درجة مئوية. حرارة الدم يقال علميا بأن 38%، لكن ارتأينا بأن حرارة أعلى أيضا نسبيا بمعدل حوالي 40 درجة مئوية، وبالتالي يظل الدم ينقل الطاقة بشكل مستمر طالما عايش على قيد الحياة، يبقى الدم دائما ناقل للطاقة. مجرد يتوقف الدم نقل الطاقة، أي الدورة الدموية تتوقف، خلاص انتهى، يعني الوفاة مباشرة، سبحان الله. طيب إذا الماء الساخن ينقل الطاقة إلى الدم وجسم الإنسان بالكامل بالترطيب، هذه حالة مميزة خلافا للتمارين الرياضية والتمثيل الغذائي والمواد الغذائية، يتم إنتاج الطاقة من خلال فقدان السوائل. يعني إذا تمارس الرياضة تستفيد الفوائد، طبعا الرياضة لها فوائد كثيرة جدا، بس الرياضة لذلك ننصح دائما تناول كثير من المياه، شرب كثير من المياه أثناء الرياضة، ممارسة الرياضة حتى تلوث كمية كبيرة من المياه التي تفقدها. وماء الساخن ينقل الطاقة إلا الدم وأعضاء جسم الإنسان والخلايا بالكامل بالترطيب، وهي حالة مميزة وفريدة بالكامل. إذا طاقة. الثالث نبدأ بالأكسجين ثم الهيدروجين. الدم ناقل للأكسجين للرئتين وخلايا المخ وأعضاء جسم الإنسان، ينقل الأكسجين عن طريق كريات الدم الحمراء، ومعروف هذه كريات الدم الحمراء موجودة في الدم، هي وظيفتها تنقل الأكسجين في الرئتين وفي كما أسلفنا. وبالتالي الماء الساخن كون يحتوي على ذرتي هيدروجين وذرة الأكسجين، تنفصل الذرات الأكسجينية والهيدروجينية، وبالتالي عن طريق الطاقة في الماء كما هذه الدراسة توصلنا إليها واكتشفنا، وبالتالي ينقل بالترطيب إلى أعضاء جسم الإنسان، بالتالي ينقل الأكسجين الصافي، لأن الأكسجين التي نستنشقه في الغلاف الجوي غير كافية، هي نسبة ضئيلة جدا، ما يعادل 21%، والباقي 78%، ونسبة واحدة فقط بالمئة هي نسبة ضئيلة جدا من الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون ومواد أخرى. هذا شيء رائع جدا، بالتالي الماء الساخن ينقل الأكسجين الصافي إلى الجسم بشكل ارتأينا 100%، هذا شيء مهم جدا. الأخير الهيدروجين. موضوع الهيدروجين موضوع طويل جدا، كيف باختصار؟ أول شيء هناك عالم أمريكي من أصل هنغاريا حائز على جائزة نوبل، وهو كان طبيب مشهور في علم الأحياء اسمه ألبرت زينت جورجي. هذا العالم عمل دراسات عميقة، هو الذي اكتشف بأن جسم الإنسان يحتوي على أحواض هيدروجينية، وعمل دراسات كبيرة جدا عن الهيدروجين وفوائدها في تقدم في السن، في تأخر في تقدم السن، وتفادي الإصابة بالأمراض وإلى الشهادة، وكان الهيدروجين هي المادة الأقوى المضادة للسموم، فوائد عظيمة جدا، والذي اكتشف الدورة الهيدروجينية. وبالتالي نحن توصلنا إلى بأن الماء الذي يحتوي على ذرتي الهيدروجين وذرة الأكسجين هو الناقل الأساسي للهيدروجين والأكسجين
الى خلايا الانسان، طبعا اعضاء جسم الانسان بالكامل عن طريق التفتيت من خلال تسخين الماء كافيا لتغذيه خلايا الانسان بالهيدروجين والاكسجين. اذا غطينا كل اربع عناصر اساسيه في الدوره الدمويه، في عمليه افراز الهرمونات وتنظيم الهرمونات، وبالتالي الماء عظيم جدا. فاستغل واغتنم هذه الفرصة حتى لا تكون ضحية، وحتى بالعكس اعتني وتقبل وأؤمن بفوائدها العظيمة، لا تفوتها. إذا لديك أي سؤال، أي ملاحظات، أي شكوك، نحن لذلك كرسنا حياتنا لكي نساعدك ونساعد الآخرين. في هذه الحلقة نرجو منكم تسجيل الاشتراك في قناتنا اليوتيوب. لماذا؟ حتى يوصلك الجديد، وعمل اعجاب في القناة، لان كل وهذا الحلقة انه اعجبت بها، وعمل الاشتراك والاعجاب، وحتى يوصلك الجديد كلما ننزل حلقة جديدة. ونحن سنسعى في نشر الاخرين يستفيد. ثلاثة، عمل على اعجاب والاشتراك في بقية المواقع الاجتماعية من خلال موقعنا الالكتروني لو بين امامكم فارسالحجري.com. رابع، اعمل على الافاده بتجاربك عن العلاج بالماء الساخن وما استفدت، لان نحن بجانبنا نعمل على نشرح، لان بطريقه هذه الناس يؤمنون بتجارب الاخرين ويتحمسون اكثر، يشعرون ان فعلا هناك من استفاد، من شفى، من تلقى فائده. فلماذا لا تكون هذه النعمه تنتشر باستفادة من الشبكة الاجتماعية، من التكنولوجيا، استفادة كيفية النشر، يعني من أين يكون الإنسان يستطيع يوصل لأي مكان في العالم من خلال نشر ما يفيد للمجتمع، هذه فائدة المجتمع، نفع لكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا معايا ماء ساخن في كل مكان، في كل مكان أينما نتواجد، غيرت حياتنا وحياة أسرتنا وحياة الكثيرين. ونريد وهدفنا لك ولأعزائك تعيش هذا كنز فوق رؤوس الأصحاب. عندما تعتني بصحتك تستطيع تكون منتج، تستطيع تنمي مهاراتك، تستطيع تعيش حياة كريمة ولأعزائك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحببناكم، حب الله تعالى فيكم. طبعا الله سبحانه وتعالى حين قال في محكم تنزيله واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا أمر، ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم وإن كنتم أعداء. شوف الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم أعداء، إذا الله تعالى يمتنع بأن الإنسان عدو الإنسان، تجنب تقول الإنسان عدو الإنسان. وإن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، نعمة الله تعالى، إخوانا. لا يقتصر على مين ومين ومين، بغض النظر من هذا الإنسان، مهما ينتمي من القبيلة والدين والمذهب والعرق والجنسية يعني الحياة الاجتماعية والمال والثقافة، فكل إنسان أخ إنسان، سبحان الله. فكنتم على شفا حفرة من النار، طبعا أنقذكم منها، يعني الله تعالى أنقذنا، يعني سابقين كانوا في على حفرة من النار، فأنقذنا الله سبحانه وتعالى. ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لقد خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. شعوبا وقبائل، ما معنى شعوب وقبائل؟ يعني شعوب العالمية كل هذه الله تعالى خلقهم. الله تعالى أراد أن نكون مختلفين، مخلفات القبلية والاختلافات العرقية والاختلافات الدينية، اختلافات المذهبية، الثقافية، العلمية، الاجتماعية، هذه الاختلافات هي إرادة إلهية لا نستطيع نستنكرها. من يستنكر فيجد نفسه أنه يحاربه الله تعالى، يستنكره الله سبحانه وتعالى. فابتعد بالتجنب من هذا. عندما تحاول تعزل نفسك من أجل ما تنتمي من المجتمع أو الثقافة أو العلم أو الدين أو العرق، يعني العالم قرية صغيرة جدا. هذه القرية كل الناس أصبحوا يتداخلون بعض البعض، إرادة إلهية لا مفر منها. نسأل الله تعالى للعالم أكمل، يعني تعوم نعمة الله تعالى والسعادة والحياة الكريمة لك ولأسرتك ولأعزائك، مهما كان، من أين تكون وما تمتلك. والسلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم فارس بن راشد بن سالم الحجري من سلطنة عمان.